بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. درسينا حالي دمات كيسي مركان سومريني ماشي أنكو جوجين وحي الكهر صدركي وقدم بي صدرك كهر ريو وحو أنقي إيه قري ويتبين ماشي كتال، ويتبين من هذا أن قيصر عرف النبي صلى الله عليه وسلم وصدق بنبوته أي إيقري مركب إيشاس وحوي. ويتبين وحا عداني من هذا وركان أصوهر مريني وقصدنا كسو شاكيني حقي ذوحا كعداني أن قيصر نكاس هرقل الإيراد وقيصر الروم عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي إنه قرتي وصدق نبوته وي. يعني وصدق معها وصدق وي مركاني وصدق ويقرأ سحنا معها وصدق نبوته نبي نمذي سا فنمذي إذن أو قرتي نبي نمذي نبي محمد أشيغان أيو قرتي تمام المعرفة أقوم يا معرفة لما يسترن إنه النبي محمد نبي نمذي سرنطعي أيو قرتي، ولكن غلب عليه حب ملكه وحكات كاذي وقرتو يذي سجعيل كذا وجعليه فلم يسلم مركم أوران إسلام وباء بإثمه وإثم رعيته كاسو دنبقيسي يذكر رعيته سي أها دنبقودي للابتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مركم أيش أصنب أمبرا رجلها يعني وصدق ذا إنسان صحاهين وصدق إسحتهي أمتاسوه. أما دحية بن خليفة الكلبي يعني درسي أن هلك سكب الأبناء ما دام أصوش أن النبي إنه ورقد أودي بي قيصر الروم أو أودي به رقلة دحية بن خليفة الكلبي صحابي جاس ونبي قد دري دحية مركي أو سكر مي نقل يراهو هرقل مركو سكر مي بقر كروم ومال إيه حول إيه در إيه كل أسوسي وح أولك المي أنتو سنبي سو جارين صحابي جاسي مدينة أنتو سو جار وح أولك المي أي ناقة ورمي. وأما دحية ابن خليفة الكلبي صحابي جا دحية ابن خليفة اللي يراهو فإنه صحابي جاسي لما كان بحسمة ماشي حسمة اللي يراه ذا مركي أو أها في طريقه ودذيسة أو دحلي ذا أها راجعا أصدق أصو النقني إلى المدينة مدينة أصو النقني باقطع عليه الطريقة ودذي وحاكقوي أو ودذي يعني مارتك هرستاقي رجال رج ومن بني جذامة قبيل كبني جذام اللي يراهدو كمد اه ايا جدقوي ادقاي وين جدقوي ادقاي مركاسي وانتهبوه ويبوبين وحي اوتي حوله بكدعين وحي لسوسيو بقرك اسوسيي اي كبوبين حتى لم يتركوا الى اي اقتقين معه مع دحية صحابي قاسي شيئا وحبا ايا نغتقين وحالا وحوة ودمو ويكاقاتينو مارك حسما ماشا اللي يراهدو وحويان وميل وحيليهين ووراء وادي القرى وادي القرى وادي اللي يراهدو او يعني حجاز دنكي داس اه اي امارة قداش يدي هايويان مركو هلكا سومريو بيجد قوية كسمايين قبيل كبني جدام اللي يراهدو مركاسي يعني ماشاس انتي اسبارة او دكتين يوحي او هيستو دنبا يكدعين ويان. فلما بلغ المدينة مركي صحابي قاس مدينة او يمي او اخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كان او او الرمي دحيا نبي او الرمي وحي او لسو كل مي او قو الرمي قصدي فرق لاو كلسو كل مي إيو إكرام كي يكرامين تيوسو كرامي إيو بني جدام وحي كسمين وحوليه سأيقاتين مركو أقوى الرمي بعث النبي وحود ري عليه الصلاة والسلام وحود ري إليهم أي إلى بني جدام
إلى بني جذامة قبيلة بني جذامة اللي يراه ذا بوحو أدري زيد بن حارثة صحابي زيد بن حارثة اللي يراه ذا أو في 500 مقاتل شنب قل أو دقاليهن نحن ذاءه أساقه مضحكو يهي أيو أدري إلا سوئد بي قل الله سويه مرك بني جذامة إيا النبي عليه الصلاة والسلام قبيلة ذاسي عهد با كدحي ballan ba ka dhaxeysa marka ballankii bay ka baxeen saxaabigaas bay dib u geysteen markaasoo nabiga ciidanka ku diray marka ay ballan furiyada ay sameeyeen fa agaru marka ciidankii 500 ahaa ee oo watay Zayd ibn Haritha wa ay weerareen Banu Jidama bay weerareen wa qatalu wayna laayeen oo dad bay ka dileen Banu Jidama dad laga laayeen wa ganimu 1000 ba'ir kun يعني قيل أهنا ويكسو غنيميستين كن رتبه يكسو غنيميستين إيه وخمسة آلاف شات شنكن أو أريا أي كسو غنيميستين وصبوا وين سوق فاشين 100 ومن النساء والصبيان دمر إيه عرور أهنا ويكسو قفاشين ويان intaas bay marka ay sabab jazahoodi oo noqday markay saxaabigaas dibku u geysteen balantii ay ka baxeen ciidankii muslimiinta intaas bay ku sameeyeen way oo Zayd ibn Harith oo watay marka inta markii la sameeyay dad marka waxa jiray reer Bani Jidama kamid ah oo ninkan uu kamid yahay sheekh uu noo sheegi doono la yiraahdo Zayd ibn Rifaa'a ninka la yiraahdo Bani Jidama kamid ah ayaa dad hore u soo islaamay bay ahaayeen مركز وحي دفاعين يعني صحابي دحية بن خليفة أي قرب إشتاقين ونصرين عيدا كزيد بن حارثة أو تأنتو سنبي صادر كور أي ونصرين وأين يبدلال مركز دمعين كدفاعين وإلى اليوم لمن كيبا مركي حوله يوحي المسلمين تسوقاتين تبكي مسلمين تأهايو زيد ابن رفاع الجدامي أو كمدها أي النبي آذي عليه الصلاة والسلام ودك دقي مدينة النبي أبوتها مركاسي أرمتان كالدوذين إلى النبي انتو مركي ودبعو حوله ذي وحي لم الله سوري عليو ريبن جدامة فضل قدتك صحابة هو مسلمين تاهو أي كمدها دراد ودبو النبي بسو عليه تيبو مركي شيخ النوشي وأسرع واحد دقدقي زيد بن رفاعة صحابي يعني صحابي زيد بن رفاعة اللي يراه الجدامي قريب من الجدامة كم إذا أيا دقدقي أها أحد رؤسائهم مدح ذو بني جدامة مدح ذو مد كم إذا أها إلى المدينة مدينة بو أسو دقدقي مدينة بو أسو سؤادي سي أو النبي أو حجة يعني أرنتن أو كرد ضوضاء أو كخن عيئين حولها أن يدتك اللوع عليه ما دام عدي أو كمد يعني وكان زيد بن رفاعة نوحو أها أسلم من إسلامي هو إساقا إيو رجال ضد رجع من قومي ضدك سكمله كوصوا إسلامي بأهاي هرب إسلامي ونصروا وحين هرب وقرقارين دحية بن خليفة أي أقرقارين حين قطع الطريق عليهم حين قطع الطريق عليه مركي إساقا وضغي لقد قوي وجد قويني بني جدامة ونكتن دكي أقر قاري بي أحايين مركي نبي أرمتان أشرحين وحين كعو السدين إن حوله يوحي غنيم غرائمك دبلو بسوء علي فرد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أسوء علي عليه الصلاة والسلام الغنائمة غنيموينك وكنك رتئها يشنتي بقل شنتي كونو أريق أحايد وأسوء علي نبي والصبية دمرك يعررت لصوق فاشينا وأوع علي نبي عليه الصلاة والسلام دي بان لأوع علي مدام دد مسلمين اي كشفيعين قرين دد كاسمين كاسم صحابي اي اقرب استاقين اي نبي اوع في حوله دي بوع علي صلوات الله والسلام عليه ولي مركب وحانا كود حجرنا كتبتي اي الرسائل كي او نبي قري او ملوكت اي امراض اقري boqorradii waan soo aragnay dadka boqorada ka hooseeya ee amiirada ahe magaalooyinka mas'uul uga ah boqorada ayuu nabigu warqada kale u qorqori jiray tiiba wali noo wada aan arki doonaa kitabki shanaad wal kitabul khamis
كتاب في شناد ورسالة النبي قري وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اللوح قري كتابا كتاب قري رسالة ورقد قري إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني نك حارث ابن أبي شمر ليلى من بني غسان كمدة قبيلة غسان كمدة أيو أدري ورقد أو أها نكاسو أمير دمشق أمير دمشق مقالة دمشق ليلى مدح ذي أها أمير كذي أها يون أمير أبيه من قبل قيصر نك الرومان كبقر كأو أها قيصر هرقل أي وكيل أبيه وماشاس أمير أقد جي مقالة ذاس أو نائب أبيه ويان وهكذا نص الكتاب مركا قرالك ورقدي لوقر حارث بن أبي شمر يعني نص كذي يعني قاضب كله وهاك قاضو نص الكتاب ورقدي نبي أو قري قرال كذي قاضوي وحي كقرنا واكري أرق وأخذ سويا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله مجعيسا كن بالله ورقد يقرال كيغا اللي الرحمن نحريص بالله اسكالها أو أدوما ديسؤول نحريصنا نحريص بالله اللي الرحيم نحريص تقارك أدوما ديسقار كميدو كو خسيسي الله أصبر مجعيسا كن بالله بنايا من محمد ورقدني وحي كسعت رسالة من محمد محمد بيكثني محمد كي رسول الله الله رسول كي سأها يين كسعت إلى الحارث ابن أبي شمر نك حارث ابن أبي شمر ليلا أي غر كسعت ويا سلام بدباذو إيه نبتقليو على من اتبع الهدى هنونك قفك الراعو دش إذا هاهاتو بدباذا هاهر وبدباذا يقفك هنونك قاتويا وآمن الرميو بالله الله الرميو وصدق الرميو إيمان هي تصديق لإيمانه وإني أنيق وحولي رسولك عليه الصلاة والسلام وإني أنيق أدعوك حارثو وحنكوبو ييريا أن تؤمن بالله إناد الله الرميس وحده كنقي إناد عبادة أصافية شو لا شريك له أسقى أنا وذاكس لهين الله سبحانه وتعالى عبادة سأحد وذا سلاء ينجر إناد كنقي عابدو أيانكوبو ييريا يبقى لك ملكك يبقى وكوب باقي النقانة يا مركة إلهي رسولك يسر ميسو وألا أد وحدانيين يسأقرته لك أذيك وكوب باقي النقانة ملكك ملكي هذا كوب باقي النقانة يويا والكذا هذا باقي بيكون نقول لقى قاضي مايو مرداد مؤمن نقطه عيدا لقوقو صبح مايو لقرا دقال من مايو ما تحتني ماذا هذا سري تهلقوقو دينا يا إلهنا وكوب باقي يلي أمقنا وكوب باقي يلي ناويا ساس أخرى وبعث ورقداس وحو لدري وبعث النبي وحو دري الكتاب كتابك ورقدي ودري مع شجاع ابن وهب الأسدي ننكاس أوريبني أسد كمدة شجاع ابن وهب الأسدي أيو دري ورقد أولي بيويا أو من أسد ابن خزيمة قبيلة أسد ابن خزيمة ليراد كمدة فلما قرأ الكتاب ننكي حارث ابن أبي شمر مركي أو ورقدي أخريي نبي أو أصو قري أو شجاع لو قسو ديبي أيو رمى به كتاب كبو توري ورقدي نبي توري وقال مركاسه حكيري من ينزع ملكي مني مركا أولي ملكي هذا هو باقي إلينا من ينزع يا إيقا قاضي ملكي أني بقرتو إيدا مني أني إيقا قاضي كرة ما محمد هلكاش مدينة جوغا عليهم الاحتمال إيقا قاضي كرة مركو هذا الكالية ورقدي اسم مركا أستدى كتوريوه واستعد وحوبه أديار قروبي ليرسل إنو ديرو جيشا عيدا إنو ديرو عيدا كاسو يغزو المسلمين مسلمين تكدو ليسو عيدا المسلم كسو دولو إنو بدياريو أيو قدد قليوه تاس أديار قروبي وقال مكاسو وحو يري وحا أرانيو حارث بن أبي شمر أي هذا الك أرانيو وحو كيري لشجاع ابن وهب ننكي ورقد النبي كسو قاضي صحابي قاها أيو وحو كيري أخبر صاحبك بما ترى وحد أركيس صاحبك أشيك محمد قارسي وركب يعني قارسي بولي إن العيد الدياري ورقدي سنطوري وقيسي بولي صاحبك أمارتي أخبر أورا صاحبك أذي صاحبك أو محمد بما ترى وحد أركيس أشيك وركي الله سوكول أنت أغور بولي
intu samarka talaabo qaadin oo san ciidankii diyaarin oo u diyaar garoobay inuu ciidan diro laakiin intu san talaabo qaadin iyo boqorkii madaxdu u ahaa oo qeyb xiraq la ahaa qaysar ayuu la tashaday oo idan waydiistay ila dagaal ma qaadi karo waan in madax loo yahay waa inuu idan ka helaa boqorkiisii inuu idan ka helo way wastaadana markaas uu idan waydiistay qaysara يعني وحا ويديسانيو حارث با ويديسانيو قيصر بقر كي الرومانكا ايو اذن ويديسو هرق لاها محو ويديسانيا في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيغا انو لا دغالمو لا دغالن كي نبيغا لا دغالمي لها ايو ويديسو يير عيد ما نو دياريني انان لا دغالمان رباي اي اذن ايو ويديستي فتناه قيصر عن عزمه قيصر ما سو ارغني nin nabiga garanay hiraqle su'aalahu way diinayay iyo waxay ahayd horar u soo sheegney fatanaahu waxa ka laabay oo ka joojiyay way oo u diiday qaysaru qaysar ba u diiday xarif an azmihi niyadan oo goosi azimadan oo inuu la dagaalamo ciidan diraahi oo ka joojiyay wuxuu ila la dagaalamay jooji buu ciidan ha u diray wali ninkii marka shujaac ibn wahb wali magaaladii kama oonan tagin jawaabtii baa dhaqso loo keenay markuu boqorkiisa jawaabta ugu diray yaa jawaabtii la soo gaarsiiyo la yiraahdo maya lama dagaalami kartid ciidan ha u dirin baa leeyahay markaasoo markii boqorkiisa amarka soo siiyay ayuu marka ninkii iyo haddana karaameeyay saxaabiga ahaa yaani fa ajaz al harith harith ayaa abaal mariyay oo siiyay shujaac ibn wahb ninka shujaac ibn wahb la yiraahdo oo saxaabiga ahi iyo bil kiswati labis buu siiyay iyo wan nafaqati nafaqo oo xoolo ah yuu siiyay weeyaan nafaqo siiyay waradduhuuna celiyay bil xusna xaalad wanaagsan uu ku celiyay maadaama boqorkiisa uu soo sajiriyey oo laga reebay oo ninkii rasuulka ahaa ee ergada ahaa ee loo soo diray ayuu inta wanaajiyey buu xaalad fiican la diro yiri wax dagaal ah aan qaadayna ma jirto warkaygana waa ka laabtay saasoo kale buu ku diray weeyaan alkitaabu saadisu kitaabkii lixaad waxa weeye wakataba sallallahu calayhi waali wasalam nebiga wuxuu qoray kitaaban warqad ayuu qoray risaalo buu qoray ilaa amiiri busra ninka busra oo min ardi shaam ka mid ah boqorkeedii buu u qoray amiirkeedii amiirkii magaalada busra la yidhaahdaa oo shaam ka midihi amiirka uu ahaa ayuu warqad u qoray wey yadcuuhu asagoo nebiga ugu yeerayo fiihi kitaabka dhexdiisa amiirkaasi ilalislaami islaamnimada ugu yeeray wa bacaa alkitaaba kitaabkii warqaddii uu nebigu qorayna wuxuu la diray maca alxaarif ibnu cumayrin alajdiyi ninka la yidhaahda xaarif ibnu cumayr alajdiyi oo qabiilati qusdi ka mid ah ayuu warqaddii u dhiibay saxaabigaas si uu amiirkaas busra u gaarsiiyo weeyaan radia allahu canhu xaarif ilaahay ka raadi noqdeen falamaa balaqa markuu gaaray mu'ta mu'tata waa magaalo weyn oo ka mid ah mu'tadaasoo min camali albalqaai yacni balqaa meesha la yidhaahdo tuulooyinkoodii iyo magaalooyinkeedii u dhow dhowaa ka mid ah oo ah balqaaduna xaggee ku taallaa fii junuubi lurdun urdun koonfurteeda ayay ku taallaa halkaa markuu saxaabigii gaaray oo urdun koonfurteedii uu joogo rasuulkiina uusan meesha busra uusan gaarin baa tacarada lahu waxaa u soo banbaxay oo ka hor yimid saxaabigii oo xaarif ibnu cumayr ahaa sharaxbiil ibnu camrin ilghasaaniyu yacni ninkaa sharaxbiil la yidhaahdo ayaa ka hor yimid markuu ka hor yimidna fa daraba cunuqahu intuusanba risaaladii gudbininba madaxuu ka jaray madax saxaabigii baa madax laga gooyey ninkaa kaafirka oo sharaxbiil la yidhaahdo baa madaxii ka gooyey saxaabigii dilay qadiyadii marka nebiga soo gaartay calayhi salaatu wasalaam in rasuulkii iyo ergadii uu dirsaday in ay dileen dadkaasi ay dileen sidaa darteed sheekhu wuxuu noo keeni doonaa nebiga markuu aada uga xumaaday dagaalka lidha khaswatu mu'ta oo ciidan 3,000 oo ciidana uu nebigu diray arrintaa darteed bay ahayd ninkaa rasuulka oo la diro waana halka rasuul oo nebiga laga dilay ergada ahuu nebigu dirsaday rasuulka keliya iyo ergaga la dilay keligii buu ahaa weeyaan wa kaana haada dilkaa saxaabiga la dilay oo rasuulka ihi wuxuu ahaa ashadda camalin camal kan ugu adayga badan shaqo oo camalkaasoo cudwaaniyin cadowtinimo u saaxib ahoo cadowtinimo u muuqato tujaha rusuli dadka ergada ahee la diro ku aadan camal ka cadaawanimo badan kii ugu darnaa wey
كي ugu darnaabay ku sameeyay falam yuqtal li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama rasulun ghayruhu falam yuqtal lamadlin li rasulillahi rasulka alla sallallahu alayhi wa sallam lagamadlin rasulun ergo aw diray ghayruhu حارث بن عمير أنا هين نبي قال لقمة دين عليه الصلاة والسلام فصوشي أصوى ذا مرينة دكي أرقني نبي قال ديري حالنا للدين مجرين كان أمبي مركت الرب سراء أي دين من كان مارت مؤتجوغو أي دين ويا مركب مد آدي آد قد بذن عمل آد وحنو لبذن بو أهاي على التنمو وين وجنيسو لأن أرقذ اللي مدلو قفك يعني رسول كأهو لدرو oo ergaga ah markuu risaalada gaarsiiyo hatta jaahiliga way ka xishan jiray madina jiray wala soo celin jiray qofkaasi laba wala badbaadin jiray weeyaan waqad wajada bimaana ghadiba wa kutimada wajada wu helay wajada wu ogaaday macaan badan yeelata tan waa tii bimaana ghadiba ahayd weeyaan waqad wajada wu arada sallallahu alayhi wa sallama ala dhalika arintas ficilkaas oo ergadii uu diray oo la dilay ayuu ka arooday wajdan aro oo shadiidan daran ayuu arooday weeyaan araadi aad oo aad u daran ayuu nabigu ka xanaa hatta afda ila uu gaarsiiyay dalika arada uu nabigu ka arooday nimankaasi ila macrakati mu'ta macrakati mu'ta oo sanadka 8aad dhacday ayuu maaragtay ila ay arintaas dhacdo oo nabigu ciidan u diro ayay gaarsiisay weeyaan وسنأتي ونؤتي دونا على ذكرها غزوة موتى شيغتان كيد ونؤتي دونا وانا لو كيني دونا سببت غزوة موتى او نبي صدح لا كونو عيدا كأقدر سنة كيسي ديدات او ماركتي جعفر بن ابي طالب او امير وقد هدو جعفر بنتو عبد الله بن رواحة هقبت هدو بنتو زيد بن حارث امير هنقضي صدح امير ندم مركو دنتو نتك كالاوما قعابي ايو وحي احايد صحابي قاس حارث بن عمير الأزدي دل كيسي لديلي أيو دراديد أغدري ماشي إذا نكو أركي دورنا إن شاء الله تعالى ويام الكتاب السابع كتاب كي تدباد رسالة دي تدباد نبي قل أوقري وكتب صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحوقري كتابا ورقد بوقري إلى خوذة بن علي نك خوذة بن علي اللي يرهدو أو أها صاحب اليمامة يمامة ماشي اللي يرهدو نك مرحنا كأها أيو أدري يماما هريبا نصو مرمي ومن من مقاطعات النجد باليرادة لنك النجد ليرادة قيبة كمد أهويان وواجي نبي قعون جوغي قبيل كبن حنيفة ليرادة إدق جرين حضنا كمد أدركاسي لنك سعودية كمد أهويان أرضها سعودية أي كمد أهويان مركا نك يماما مدحظة أها مدحظة كأها أول ليرادة هودة بن علي أي رسالة أخرى وهو كتاب النبي قرينا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى خوذة بن علي رسالة محمد بن عبد الله محمد ورسولك إلهي كسعطه إلى خوذة بن علي نك خوذة بن علي لا إله إلا بينك سعطه سلام نبت قلي بدباده على من اتبع الهدى هنومك عدي الرعد دشيدة الله يلوى الله بدباديوي وأعلم وأعلم أبو يعني نكاس بالوقر ورقد خوذة واعلم أبو خوذو أن ديني أني دين تيدو دين التوحيد ودين الإسلام سيظهر إنه غالب نقن دونه إنه غالب نقن دونه أبو أو نقاري دونه إلى منتهى الخف والحافر إلى منتهى الخف عقفت قيل ماشي أي قارت عقل ماشي أي قارت إيو الحافر قاب فرس ماشي أو قاره إنه دين تيجاري دونت إلهي كم وجن دونه أقوبه يركو أقوبه مال الله ماشي رطيء أو قاري كره أو لك أو كو قاري كره أما فرس أو قاري كره إنه دين تيجاري دونته وإلهي أو كو ظاهر دونه فأصل مرك إسلام أو دين تي إسلام كقاضه تسلم أدبت بادلي الدنيا خرب أدبت بادلي مرك هذا إسلام تو وأجعل لك أذيك وحنكو يليا ما تحت يديك ما تحت يديك لبدا هذا قعمود خوستو هذا وحي أهادين أذان كسيني بمعنى من كده هذا كو ديني مرة دا إسلام تو بنكر اللي قال إيها لما أركه سيدا بقر أطهي يا بقر تنما لا أضوحي سنيسا لقا قادي ماي مركا يال بير الدين تو إسلام كقاضو سي أذيك أدو بدبادو الدنيا آخر أبوه رسالة رسول النبي قري وبعث الكتابة
ورقد نبي او قري وحو لا ديري مع صليط ابن عمرو العامري صحابي صليط ابن عمرو العامري اللي يراها ايو لا ديري ورقد او ديبي markii oo warqadii geeyay saliid oo ninkaas uu u geeyay hawda la yiraahdo uu geeyay fa akramahu wuu maamusay oo wuu karaameeyay wa ajazahu wa soo abaal mariyayo wuxuu soo siiyay hadayaad buu soo siiyay wa kasaahu wuxuu soo huwiyay oo soo marashiyay min nasiiji hajara meesha hajara la yiraahdaa dharkeedii laga tolay oo halkaa laga sameeyay ayuu nasjigeedii kuweedii la tolay ayaa la soo siiyay laana waqtigaas waxay ahayd xijaaz iyo dhulka carabta yaani meesha la yiraahdo hajara meesha la yiraahdo dharka laga keeno ayaa ugu qaali badan ugu qaalisanaa marka dharkii meeshaas laga soo samceeyayna waa uu siiyay go' ahaan buu u soo siiyay waa soo huwiyay weeyaan wa kataba fil jawaabi hawda warqad buu soo qoray fil jawaabi oo nabiga risaaladiisa uu ka jawaabayo jawaab uu nabigu u soo qoray ayuu qoray oo ninkaas saxaabiga u soo dhiibay warqadiisa marka maxaa ku qornayd hawda uu nabigu u soo qoray maa axsana maa tadcuu ilayhi wa ajmalahu wuxuu yidhi maa axsana maxaa wanaag badiyey yacni ayu shayin ay shayun cadiimun baa يعني ما أحسن واتقانا ما أفعل إيه أفعل به سو أفعل تعجب كسماح أوزان توذي وحوي ما أفعل ذيوي ما أحسن أي شيء عظيم با أحسن وناك بذي شيء وين با وناك بذي ما تدعو إليه وحاديه ودفع ويريسه وأجمله شيء أو معركة وين أي قروح بذي ما تدعو إليه وحاضط ويريسه شيء ونكسب شيء وين أو يعني وين أي وناك بذي وين مركز الشرح يا مركز وأنا أني وحان أحيبه يري شاعر قومي تكي بهرت قبياء قودي وأني وين أنا قبياء وان قبياء وخطيبهم من كذا وقو خطيب سنة يعني وقو أفتهن سنة وانا هاي مركي خطباء يقوباه لقاحد للي يرادو نك وقو فصاح هذا بدن خطيبك أهنا أنا قا أهبوني والعرب عربتنا تهابني وإيقهي بيستا مركي مقلان هود ابن علي وي آد بإيقهي بيستان بولي نل قهي بيستان هاي فاجعل يال لي أنا يوحاد إيشا محمدو بعض الأمر arinkaas oo madaxtinimadaada iyo aad haysato qaar kamid ah isi oo aniga ila wadaaji madaxtinimadii wax iga sii atabiicka aan ku raaci haddaad rabto inaan ku raaco madaxtinimadii qaybteyda ii re maadaama ninka obaga aan ahay oo intaasoo shay isku darsaday carabo iga haybaysato anigoo nin fasaxa badan ah anoo gabya ah anoo hadda dadkii madax meeshi u ah waxaasaan haystaaye madaxtinimadaada dhinac iga sii si aan ku raaco فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وركاس يا رسالة ذي أصوقر جوابتي مركي رسول الله سوغارت صلى الله عليه وسلم نبي سوغارت وقال نبي حويري لو سألني هدوء ويدي سلها قطعة من الأرض قيب ير أو ملك كمدة هدوء لي رئيسي هذا ما رحت منه ويدي سلها ولا يقيد قليل إن يرى ذلك كامل إسيح الضوء ليلة ما فعلت ما يلين بوير نبي عليه الصلاة والسلام مصريا ما نكقيد قليل ولذلك وحا أكتها شرع هذا الإسلام لنك حكم ضلبضة لمصريا لنك يرى هذا الناشا سان ربع حكم هل إسيح نبي بحق يالله سيني بوير صلوات الله والسلام عليه وإن له ديلة لما أقرأ محايا لقفك وحال ربا ملحتني ماذا إن أي ضدك أهل حل والعقد أي أيام أقرتان لكن ما أنت وحاس ما جيران نور بالعقب حب حينها ملايين سل الله صوت دورته ما أنت وحي جدت كاميرا يواركي سيل دربانك دعي يوحل وتي كامبينك اي او دي ام سمينا اي ما يقل على ملايين وكم حيث وين لا تصورين اصورين دربين اللي قولي جيائي كامبين يعني بالا سميسانا نور بسو كرسي كهلا شرع الاسلام كان نين كرسي ويديست لما سيوا لو ديدا لما اوغلا حي يروح ويديسنا انه واحد عور ربا انه واحد عور ربا بري مسبك كفا اينيستو خولها ددك اي مساكينك شعبك ايلي انه بوبو مقصد كاس ولي دلك لما له مركه نبي حتى قيد يرو ارضك كم اذا هدو ويديسن لهابوين ما انسيان وديدي لا بادو هلاك من نكاس هود اللي يراها وباد ما في يديه لمدي سقعمود وخي كسغنانا او ملكدي سينا وا بابعدي او هلاك سنتي ويا هلاك با كدعيو مر با دو سدا يري وا هلاك سنوي فمات هودة ابن علي وا او بنتي
منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ونزع الخافض اللي قلنا سبينا يفيدي باش كقوان في منصرف رسول الله ضليلا بفيدي كقويني مركا منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي كسر نقط كيسي أو كسر النقضي من فتح مكة وكسر النقضي أي وقت قاسد انتيويا فتح مكة رسالة كيسي ديداد بهم مركا سبوا عود انتيوينك كاسنا وحوها وكتاب كي تضبات وخوض النبي أوقري يما منك مدحنا كأهاوي الكتاب الثامن كتاب كي سديدات ونبي رسائل كي سكمدا وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أوقري عليه الصلاة والسلام كتابا ورقد إلى المنذر ابن ساوى منك منذر ابن ساوى ليرهد أي أوقري ملك البحرين بحرين يعني مقالة اللي يراهدو بقر كيدي أها من كاس أيو أقرين دعاه أسوأ أغييري النبي عليه الصلاة والسلام فيه كتاب كان بحديس رسالة أقري إلى الإسلام إسلام لماذا أغييري يعني نكا منذر ابن ساوال اللي يراهدو أيو إسلام لماذا أغييري وبعث هذا الكتاب كتاب كاس نبي وحو أني بي مع العلاء ابن الحضرمي صحابي قال لي هذا العلاء ابن الحضرمي أي أني بي أو يري منذر ابن ساوى قارسي كتاب قاسي فأسلم رسالة مركي منذر أتكتي فأسلم هو إسلامي المنذر منذر ابن ساوى هو إسلامي ويا وأسلم وحى لا إسلامي ما دام بقرك أوها بعض أهل البحرين بحرين دتكي ذيقار كميبه هنا ويلسوا إسلامين ويا وبقي الآخرون كوكل أرر بحرين كم دهنا وحيكو باقي النقدين الكهرين على دينهم دين توذيبه كهرين أو من اليهودية أو المجوسية أما يهود نمذي أما مجوستي أو دبك عابود جرتية أي دين توذيبه كو باقي النقدين ما أي الإسلامين مرك ما دام بقر كي تطرر بحرين لا إسلامين تتكلا أرر بحرين ديمهو دي أما يهودي أما مجوسي نمذي كهرين أيو مركب ورقد قرأ النبي أقرأي فكتب المنذر منذر با ورقد قرأي يخبر أسده ورمي بذلك أرنكاس إني قارن إسلامين قارن ديمه بشرك غائكو هارين رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله ورمي ورقد ورمي أيو أقرأي ويستفتيه جوابنا أويدين يمحانك السمية تتك قارن وإسلامين قارن وديدين قال لماذا ذلك هارين محان يلا استفتاه وجواب طلب بالي لهذا جواب النبي ويديسنا إلا سوى جوابه فكتب إليه فكتب النبي وحو قري عليه الصلاة والسلام إليه إلى المنذر منذر ابن ساوى بوحو أسوى قري يأمره أسد وفري أن يترك للمسلمين ما أسلموا عليه مسلمين تئين أدائيه وحيئك سوى إسلامين مرد سوى إسلامين حوله هذا إلا بدبادي حقوق ذي إليه لا أقلاده وحي لحيان لا دايه إنه أقتقى سدود أدايه أي أسوقر ويأخذ أو كقاده من اليهود والمجوسي ما دام بقر كماش أو إسلامي يهودي إيا مجوستي إنه كقاده الجزية جزية إنه كقاده يعني كوبي باشا اللي يراهده أما عشورة اللي يراهده تاسا لو جيداوي بك الجزية اللي قاده حول اللي قاده أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأنك أذيقنا ورقدي أو لوغوس وجوابي وي وأنك أذيق أو منذر مهما تصلح انت أذيق وحدا جنيسو فلم نعزلك كعزل مينو كقاد مينو عن عملك شقد هذا ما رحتني ماذا هذا أتيسته كقاد مين انت ذو حاجة جنيسو مرك انت ذو حاجة جنيسو شرط قاسة كحرا لكن هذول سننك عاملك أما مسؤولك اللي قبقه شقد لودي بي أوسا حاجة جنينين ولا قاد كرا ولا قول يجين كرا هذول حاجة جنيسو ولودين يوين مرك انت أذيق حاجة جنيسو يحوليه وأنك مهما تصلح أنت أبو حاجة جنيس فلم نعزمك عن عملك شقد هذا كاقادمين وكاعزلمين كتاب كي سقالات الكتاب التاسع وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو قري كتابا ورقدبه قري إلى ملكي عمان يعني عمان مقالة اللي يراهدون لبذي بقر كتلين أيسي أيو أقري لبذا بقر واكوين جيفر وأخيه لك جيفر ليرهدو إيه ولالك عبد ليرهدو عبد ليرهدو أيو أقري لبذا بقر وإسلام الله تيوي مقال الله أيها أطريوي
وهو كتاب النبي قرينا بسم الله الرحمن الرحيم الله مدعسي أيها كب الله بأليه رحمة نحريس تبالارني مدى قار كباسر إسكالها من محمد نو محمد بيكس عطا رسالة ورسول الله رسولك الله إلى جيفر نك جيفر ليراهد إيه وعبد نك عبد ليراهد جيفر إيه عبدي ابني الجلندي نك جلندي ليراهد لماذا يسويل أها لماذا يويل أود علي إلما جلندي أها يعني جلندي أنا يأوى يقدق جلندانك وقاربا قاربا قرية دبعاء أنا سينين يأذ مركا الجلندي منكي أها ويلشي سي لماذا يسويل أو جيفر يعبد الأورنجري أي ورقتها سكس عطا سلام بدباد على من اتبع الهدى هنونك الله أحد كراعه إلهي أدوني آخر بها بدبادي سلام كركي ساعاتوي بدبادو دوشي ساعاتو أما بعد أنت كذب فإني أنيك ورسولك إلهي بهضلي أدعوكما لبذين وإذن ييري وإذن كوكو ييري وجيفر يا عبدي بدعاية الإسلام أي بدعوة الإسلام إسلام كدعوة هي دعوة التوحيد ما إذن كوكو ييري أسلما حقان سما وإسلام ودينك إسلام كقاتا تسلما أدبد بادين أدوني آخرب أدبد بادان فإني أنا رسول الله الله أريكي سيبانه أحد كصادري بانه إلى الناس دتك أصادر كافة دمانت دتك دمانتي عن رسولك أصادر الله معبود كيه وأنا بقولي محل إصادر لأنذر إن أنتقو من كان حيا دتك النول من أحد كان هذا حيا من نول إن أنتقو درتي وأن عذابك إلهي أبدقو ويحق إنو نبوبو القول حذلك أو كلمة العذاب أي نبوذو على الكافرين قال هذا يكون نبوذو أو رب يكون نقطعو كفرق كوي إلهي أوقد يعني أحكمي كفرقنا نارتي أي سلاكو قلان سلاس الله إيسو دريويا فإنكما لبدينا وإسلام ذلتي إن أقررتما هذه أبقرتان بالإسلامي إسلام لماذا هذه أبقرتان وليتكما ماذا حبان من كده وإذن توليسيني ماشي إذنك آتي ستان بعد ملحك النقونيسة وإن أبيتما هذه أديدان يعني إسلام لماذا إن أبقرتان أديدان وإن أبيتما هدا ديدان أن تقر إن أبقرتان بالإسلام إسلام لماذا إن أبقرتان هدا ديدان فإن ملككما ملكيين بقرتو يدين زائل متقس زول يسوي وبابي وخيل فرض فرض مسلمين تليهين تحل ويدقي بساحتكما أرداغي نبي دقي يساوي ساحتنا دلكينا إيماني أو يعني مارتي فرضها سان إذن بابئين أيو أفردي مسلمين تأه أي إذن بابئين أيو مركي الله إذن بابئين وتظهر نبوتي نبي نمذا إذا ويغالب نقونا يساوي ويأتكاني على ملككما بقرتو يدينا أي تانك كرنقونا يساوي نبي لماذا إذا كظاهر الدونتو كغالب الدونتوية مرك إسلام دينك قاتسي ملكذين إننا إذن كوكو باقي النقطة إنتا مركو قري وبعث الكتابة نبي وحو لدر كتابك مع عمر بن العاص رضي الله عنه عمر بن عاص أيو أولي بي أو يرقارسي لبدأ لنا أسلام لتي ورع مانا فلما قدم عمان فلما قدم عمر بن عاص مركي أو يمد عمان عمان مركو يمد لقي وحو لكل مي عبد ابن الجلندي نينكي عبد أها لبدي بغر مد كمدة أيو لكل مي عبد أها جيفر موانا أرقويا فسأله مركاس وحو ويدي عبد أو بغر كأها أي عمر بن عاص ويدي محو ويدينا يا نبي أرنتي سو ويدينا يا عما يدعو إليه عما يدعو وحو نبي محمد دتك أقوي ياريو إليه الشيخ أقوي ياريو بويدية ووحو يمحو دتك أقوي يارا محمد كأيه ورقدان إيه سوقري محو دتك أقوي يارا مركاسه فقال وحو إلى عمر بن عاص وحو أقوي يارا يدعو إلى الله الله أقوي يارا وحده كاليقي إلا عابده لا شريك له أيضا إلهي خلقه صلى الله ذا جنين إيه وتخلع إنا سيبته وتكهرته ما عبد وحي العابد من دون الله الله سكذي وحي العابد ومخلوقات أهنا إنا عبادة وذي كسيبته وتكدح بحضه
وتشهد إن قرته أن محمد النبي محمد عبده الله أدون كيس إنو يهي ورسوله أليك ربي أصادر صدي إنو يهي إن قرته أي نبي قد ذكأه يا راوي. وبعد حوار ضوض قداشي ضوض أصو جرى نحمرتي بينهما لبذوذي وعمر بن عاص إي عبد بن الجلندي لبذا من نحمرتي يسأله عبد ما وحو ويديي عمر بن عاص ما ويديي عما يأمر به وأركو حدثك ويري ودي شكتي محو فرادتك عما شيقيبو يأمر فري يا محمد به شيق أو فري وامحي وحأولي حل سمايو وامحي. فقال عمر بن عاص حويري يأمر وحو نبي فرا بطاعة الله 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 أطيعه قلوه قانسمه وينهى وحو الريبان نبي محمد عن معصيته الله عاصمتي سلو عاصيه أي ضدك كالريبا ويأمر وحو فريا بالبر سمفل إيا وصلة الرحم رحمك أول الحرير قرابة أول الحريري أي ضدك أمرا وينهى وحو ضدك كالريبا عن الظلم الظلم وكالريبا والعدوان حد قذبك إيا عدوتين ماذا لو كالريبا والزنا الزنا ذو كالريبا وشرب الخمر خمر ذا عدوتين كذا ضدك كالريبا وعن عبادة الحجر بقح عبادة ذي لعابدنا وكالريبا إيا والوثني صنم إلا عابده إيا والصليب كريستد إلا عابده صليب كمعطب كالإله هذا إلا عابده وحسو نبو النبي الله محمد ضدك كالريبا وحسو نأمره وعانا وكالريبا. قال عبد بن الجلندي أي وحويري ما أحسن هذا الذي يدعو إليه ما أحسن محاوناك بذيه وناك بذناه الله وناك بذناه هذا متكني الذي كي يدعو إليه محمد وضفك أغييري وضفك أغييري وحوناك أب وناك بذنوه لو كان هدوء حالها أخي ورالكي أو جيفر يتابعني مد أقراء عليه أرن كارلو نبي محمد أغييري هدوء ورالكي أقراء لها لركبنا ونبحل وانفول لحين أو قاريد بان الراع لحين حتى نؤمن محمد بان أتق لحين محمد بان آذي لحين حتى نؤمن إلى أن كرمينه بمحمد نبي محمد أن كرمينه أو نصدق به أن أمركاس فسالة ذي سنة أن قرنه أو أن تصدق لا إيمان الرومين لم يمدنويا ولكن س وحاول ولي هذا الكوحاوة عبد بن الجلندي بهذا الكوته وعمل بن عاص الجوابي ولكن سكو الرميا ولكن س وحيري أخي ولكن أو جيفر أظن بملكه بقرتو يدي سبوك بخيلي أظن أو بخيلي وي بمعنى بخيلة بملكه بقرتو يدي سبوك بخيلي من أن يدعه إنه كتب أو فرها كقاده أنت بقرت منه الذي حق اسكبه ويصير أو هذا ذنبا يعني أو نقضه سين أو كلا أو نقضه أما دب أو نقضه يعني من تابع وجد أي تابعا تابعين أو نقضه يعني حتى أصدقى ضدك أوه الرئيب وقر سماه إنه ذيل نقضه ذيل كواتغنان حوالها سين بإليه سين تونا قدال يكتال له قدال بيكتال له مارك إنه ذيل نقضه من دبق له يعني وحويان أي وحا 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 أدي إذا بقرتو يديسي معناها نبي محمد بركو الرعاه عليه الصلاة والسلام إنه طابع نقونا يوم مرحلة نقونا يوم آمنية مركو والالكي بوليه بقرتو يديسي با أيو كبخي ليو إنه طابع نقضو مدو حراعا نقضو أيو دي ذي أسوق أمانته قان أهو بقر أهويا. قال عمر بن عاص بمركو حويري إن أسلم أخوك ولا الكاه دو إسلامه يعني إن حكمك لقى دينون ربائن وشيكو إن أسلم أخوك ولا الكاه جيفر هدي أو إسلامه ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه ملكه وحد بقرتو يريس سينا أو ملك سينا يؤدي بيه ولا الكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله أيام الكسين على قومي ذاتك سوى مدحه قدقا مدحت من ماذا سألوه ديني بقر تويدي سوى حيثان يأسقه مسلمة ذاتك سوى مدحه النقني ساسو أسمين فأخذ مركزه والألكا قاضيا الصدقة الزكبي وذاتك قاضيا من غنيهم كود غنيا أهو حولها له قرع صداها يعني حولها له غنيا له وتناتك إيه أي حولها كقالي مكاسو فيردها حوله أو كعلنا يسينيا على فقيرهم قوم كاذكوذ فقرضا
xoolah markii sikada la qaado adiga inta la idin ka qaado nabi maxamed la aadi maayo xaq la geyn maayo adiga walaalka markii uu diinta qaato soo boqorkii ma qoomkiisa uu kuwada xoolaha leh oo tanaadiinta ii ayuu zakadii ka qaadaya markaas isla qoomkaadu kuwadi fuqarada aha ayuu siinaya weeyaan taasuu sameynaya buu فقال مركاس وحويري عبد بن الجلاندي أي وحويري إن هذا لخلق حسن إن هذا وركن أشياء جيسو لخلق طبيعة وهي حسن غير وناس وطبيعة هذا في عن هذه حاله تذكر نحن يسوع علينا يدحن هذه أوكي مسكين كأها وحلا صينا وحلا ترى يا أوكي غني جا وحلا جق هذه وطبيعة في عوني ثم سأله مركاس وحويدين وحويدين يا عبد بن الجلاندي يا عمر بن عاص وحويدين يا عن الصدقة خرت الزكاه بل ايش راح بويري waxa ay tahay zakada la qaadayo deedahay aqriyada laga qaada fuqarada la siini waxa ay tahay bari sharax buu faaqbaro markaas wuxuu u sheegay bi tafasiilaha wa tafsiil baa ugu sheegay yaani uu kala dhigdhigay zakada siday ahay ay ugu waramay wuxuu leeyahay geela intaas baa laga qaadi looda intaas baa laga qaadi marka inta cadadkoodu gaaro ariga markuu cadadkiisa inta gaaro intaas baa laga qaadaya ذهبك إيا قلنك وحالك قاضي أمرك إنت قارا مقدارك أسالك قاضي وحالي رهلا بيرها وحقيب تسبالك قاضي وحاسو أشيقي مرك أيقون الددك أسوحي أهاي أصحاب المواشي حول دقتي أهاي ولما قيلي آدو جعلاي مرك فلما ذكر مرك أوشيقي عمر بن عاص المواشي حوله مركو كشيكي زكذا لقى قاضي أي قال عبد بن الجلندي وحويري ما أرى قومي يرضون بهذا مرها ديب حوله إيبا وحلقى قاضي وحوله لبحيني ما أرى أنه مر إيين يوم أركي أن قومي أنه تتكيه يرضون بهذا أرمتاس أن يكون راضي نقلتون ولما بالذات قيلوا أجيدا قيلوا كروحوا ليه oo aan wuxu ka rabo la arago iska soo daaqayo biihiisi cabayo oo carabtu aad ay u jeceshahay inay geel hal la bixiyo la yiraado oo hal la diibo inay dadkaygu aqbalayaan u maleeymaayo yaa aad ugu bakhiilayaan way ma yeelayaan thumma in abda ninki abd ibn al-julad la yiraa in abdan aw sala amran amr ay wuxu gaarsiiyay oo u geeyay ila akhihi walaalki oo jayfara jayfara boqorkii labaad walaalkii ahaa ayuu u geeyay intii ka horreysay asaga la sheekaysanayay oo macluumaad ka qaaday warqadiina wali ma uusan akhrinin ma waran akhri warqadii bas amr ibn aasim bay arintaas dhex martay wali amr uu soo waday markaas uu boqorkiisii labaad walaalkii ahaa oo jayfara ahaa uu gaarsiiyay u geeyay faa'taahu amr wuxuu siiyay yaani جيفر بوحوسيي الكتابة ورقدي بوسيي عمرو بن عاص ورقدي النبي وصاقر الرسالة دي كتاب كي بودي بيوي فقرأه مركاسو أخريي مركاسو مركو دمايستي جيفر مركو دمايستي ثم أعطاه ورقدي أو كتاب كي أي واحد دنا وحوسيي لأخيه ولا عبد أهبه إلى أبناء أخري إلى عبد ورقدي هرمون سو أخري مني أبناء بالأخري ويروح ماشي عن كقرن way akhriyan labadooda markay akhriyan wasaala amr baa wuxuu waydiyay jayfar baa waydiinay wuxuu waydiinay amma faalatu quraysh quraysh wixii ay sameysay baa waydiinay quraysh maadaama nabi maxamed quraysh ah quraysh mar raacday mise way ka hortimid arintaas waydiyay ما فعل عما شيء فعلته قريش قريش أي سميسي أي سؤال فأخبره مركاسه وحقوه الرمي عمر بن عاص أنهم قريش أسلموا إن الإسلامين أيون أوه الرمي مركا وحويان مركا قصدا أي دعيسه وبعد فتح مكة مكة مركي لفرطي كذب وي مركو عمر بن عاص أو دري نبي رسالة الله دري وي مركا وحقوش هذا قريش إن إسلامتي ونبي أوقف صدى عليه الصلاة والسلام وأنه جيفر عمر بهذا الكوته إن أسلمها ضوء إسلامه إن أسلمها ضوء هذو إسلامه دين كقاته يسلم إنه بدباذي وإلا هذو سن إسلام لماذا قادني جيفر عمر بهذا الكوكبة هيوي كورنا هيوي وإلا هذو سن إسلام هذا أنا ذو إسلامين وي وضيأته وحاكو إستاجي دونته نك اللي هذا جيفر الخير فرده النبي عليه الصلاة والسلام أي كو استاغي دونتو مركاس هو تبيدو فرده أي باب إنسا خضراءه
يعني خضراءه دكي سبدا كذا أي باب إنا يساوي مركة تراهيد خضراء القوم وحلوجه وسواد القوم ومعظمهما لذا تكبدن كي أي لوجه مرحبا إسلامي ويدو وإسلامنا ماذا آدي دا نبي الله محمد فرديه سعيدا كيسي يا إمام مركاس عدت إذا مرنا يان دكا دبدن كي نميشا سكوبا بأيا هذا القاس كيري ويدو مركو انت يري او تهديد كان او راعي عمر بن عاص ايو وارجع جيفر امره الى غدي وحير ارنتن نيو عمر بل الى بري وسو شوري دبي يغد وارجع ودبدغي جيفر نك بقرك اه جيفر امره ارنكي سبو الى غدي بري ودبدغي وحير بل بري سو كايكن بري ان سو يمان انت سنه سو تشدي فلما كان الغد مركي اي بريتي لغاري مالنتي لبات بريتو مركي لغاري او عمر بن عاص اي كلمين ايو ابدى القوة والصمودة ابدى وحو ذاكرية او موجيي نكي جيفر اها القوة اود ايو والصمودة اس اتكين او ليهي يعني وحو ليهي حدي ان انيغا مدحتيني مذيذي ننكلا ان اسلمو عرفت ان اقود عيسان بابا الاحيبوني محمد نفرده سي امسو قاران وهل كان يقوم ايمان كاران حدي اسكوب ديان انت يمادان وحي لكل ميان دقال او ايسان ولي ولقود لكل مي اي لكل مدونا تهديد كاسو حوسي عمر بن عاص وديبي او يري انيغو مرن اسم ديباي هذا الكاسوكي مرك القوة ابدى القوة والصمودة سلاسة لوجيه ذا هذا الكاسو يري ويا وحولي فإذا أنا وحانه أضعف العربي إن ملكت رجلا ما في يدي كأنت إذا وحي كجر حدا ننك الأنيبه وحانه مركا نك عرب قد عيف سنبابا نهي بولي مركا مرنا مدي باي بولي طابعنا من نخونا مركو انت سميه أي عمر بن عاص مركو حكيري هذا الكيري وشيخ واسكسو قابيه وحكيري فإني خارج غدا هذا سيداته بريلا قبل أبانه وابحي إلا عمر مدبدا وجوده باسو عضايا وقال ورك هذا وان قارسيني النبي كان قارسيني يوم مركي انتاس أو يري بريما سفريا ولكنه خلا بأخيه واستشاره روح بما مركي بقلي عبسي باقى شيء مركاسو ولالكيسو عبديا أيو لشوري ولكنه نك جيفرها خلا وحو لقو لنغضي بأخيه ولالكيسو عبديا واستشاره لشوري شور بو لقلي ويا محان سمعي ناوي مركي الدنبي وحو قآن كو قار ورني وهن هلاقي ذات كان بلاي نبها نو كينيني أنا سلام لماذا قادم ويري وكا أقبلي مركي فلما كان مركي آتي بعد الغدي ما رنتي لبعض مركي لقاري أيو أسلم إسلامي جيفر هو جيفر يو أخوه ولا الكيبة وعبديا وإسلامين عمر بن عاص ويارين وحيد هذا نقم مسلمين أن ما تلقى بلا من يقر سنبي وخلى يا وحيد بن أيين ويكدح بحين بين عمر بن عاص وبين أخذه الصدقة عمر بن عاص إيه إنه صدق هذا قاضي وأم رح بنية وحير هذا الأذان بكا جب أنكم رح بنية أنت هذا أنت جن هذا بالذكر أبي قبل قات أنا أمر الرعية إني أمر سينيني مركزي لا استجن وكان اللي بدو ذي وضب شيء بقرضها بوحي نقدن عونا كوكالمي على من دك خالفه عمر بن عاص ذكي زكاه كخلافه أيق أو كالمين قرب استاجي ويا مركزي لا سهل وخلى يا وين بنيين بين عمر بن عاص إيه وبين أخذي ذي عمر بن عاص قاد الشريسي الصدقة أوقاته أي أبنيين ويا أنا ما بكو قاد إن أديك زكري قاد بيرن وكان وحين أهين عونا كو قرب سيئه وكالمين قرب تاجن على من خالفه بدي خلافه وقر قارين وكالمين يين ويا أرسل والدري هذا الكتاب كتاب كان أو كانوا إلى عبد إيه وجيفر لبلا ننبى لودري بعد فتح مكة مكة مركي لفرتين دبديه أي نبي ورقداس ودري وعمر بن عاص وديري وأما بقية الكتب لكن ورقديه كلاو نبي ودري مركي تلقى الرابو انتو ذي سواهرتي فقد أرسلت والدري كتب تاسي بعد عودته نبي سوى نقشديسي أو كسوى نقضي صلى الله عليه وآله وسلم من الحديبية حديبية مركو كسوى نقضي أي نبي ورسائل كاس كلاو وبقري لكن مدان ورر عمان لا قري وحيهد بعد
بعد فتح مكة مكة مركو كسو مارت لقصو اللابتين نبدي أي مارت النبي وقر رسائل كاسوية. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.